بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019 أعمال الجلسة العادية 12 الدور الانعقاد السنوي العادي الثاني الفصل التشريعي الخامس. المعتذرون عن هذه الجلسة سعادة النائب أحمد السلوم وسعادة النائب باسم المالكي. عندكم المضبطة، إذا عندكم أي ملاحظات على المضبطة السابقة تفضل سعادة النائب محمد محمود. شكرا مع الرئيس. التعديل كلمة يؤمنون كلمة يأنون وليست يؤمنون في مداخلتي اللي كانت في الجلسة الماضية. نعم شكرا. الأمانة العامة راح تأخذ هالموضوع بعين الاعتبار ويتم التصحيح اللازم. إذن المضبطة مع هذه الملاحظات نعتبرها معتمدة. سعادة الأمين العام مساعد تفضل. شكرا معالي الرئيسة. البند الثالث، الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة. عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 ميلادية بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم 99 لسنة 2019 ميلادية، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. شكرا معالي الرئيس. شكرا. قبل ما ندخل في هذا البند الثالث أخذتوني في موضوع المضبطة ونسيتوني بأن نهنئ باسمكم جميعا، أني أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأهنئ جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين معربة عن بالغ التمنيات بأن يكون العام الجديد عام خير وعطاء متجدد على الجميع، مشيدة بما تنعم به مملكة البحرين من ثقافة أصيلة وقيم إنسانية رفيعة ومبادئ حضارية متميزة في مجتمع تسوده المحبة والتسامح والتآخي والتعايش، سائلة للمولى العلي القدير أن ينعم على بلادنا الغالية والعالم أجمع بالسلام والاستقرار والتنمية. نعود إلى البند الثالث وهي الرسالة الواردة من الحكومة الموقرة. هل يوافق المجلس على إحالة الرسالة إلى اللجان المختصة التي ذكرت أعلى؟ تفضلوا. نصوت على الرسالة الواردة أو لتحويلها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظة. أغلبية موافقة. شكرا. سعادة الأمين العام مساعد تفضل. شكرا معالي الرئيسة. البند الرابع، طلبات التمديد. أولا، الرسائل الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة واللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة واللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك لمدة 4 أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب. شكرا معالي الرئيس. شكرا. الموافقون على طلبات اللجان المذكورة بالتمديد عملها؟ أغلبية موافقة. تفضل سعادة الأمين العام مساعد. شكرا معالي الرئيسة.
ثانيا الرسائل الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس وذلك لمدة 4 أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب. شكرا معالي الرئيس. شكرا. هل يوافق المجلس على طلبات اللجان المذكورة بتمديد عملها؟ أغلبية موافقة. تفضل سعادة الأمين العام مساعد. شكرا معالي الرئيسة. البند الخامس المشاريع بقانون. أولا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة برقم 15 مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010. شكرا معالي الرئيس. شكرا. سعادة النائب الدكتور هشام العشيري مقرر اللجنة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. تفضل. صاحبة المعالي، أصحاب السعادة، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المعروض اليوم على مجلسكم الموقر هو تقرير بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 15 مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب الموقر، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات التنظيمية، وهو ما يعطي اطمئنانا للموظف العام على استقرار هذه العلاوة مما يترتب عليه قيام بمهام وظيفته على نحو مرض مما يعود بالنفع على الوظيفة العامة. باختصار هذا القانون التعديل المطروح العلاوة الدورية الموجودة للموظفين الحكومة تنظم وفق لوائح وليست قوانين ملزمة، وهذا اللي صار في عام 2017 لما صار تأخير في صرف العلاوة الدورية وصار لغط في الشارع بين أن هل العلاوة راح تستمر هل راح توقف بناء على الظروف الاقتصادية. هذا القانون يهدف إلى تثبيتها بشكل قانوني أن يكون قانون ملزم للحكومة بصرف العلاوة الدورية. وشكرا. شكرا. هل توجد ملاحظات على المبادئ والأسس العامة للمشروع بقانون؟ سعادة النائب الدكتور عبد الله الذوادي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نبارك لكم قدوم السنة الميلادية الجديدة 2020 وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام. معالي الرئيس، تعد العلاوة السنوية للموظفين من الحوافز المساعدة على إنجاز العمل بشكل مميز. بالرغم من أن 3% حجمها قليل جدا ولا تساهم في تغطية بعض المصاريف والتكاليف المعيشية والتي أصبح الموظف مسؤولا عنها، خصوصا في ظل ارتفاع العديد من أسعار السلع والخدمات المختلفة، ومع ذلك فإن العديد من الموظفين ينتظرون هذه العلاوة في كل عام بفارغ الصبر لأن فيها شيئا من التحفيز أيضا. معالي الرئيس، بالرغم أننا نعتقد بأن هذه العلاوة 3% هي حق مكتسب يجب أن تمنح لجميع الموظفين لمواجهة متطلبات العيش الكريم بغض النظر عن مستوى أداء الموظف، ولكن نرى أن تمنح أيضا إضافة مماثلة عليها وربطها بمستوى الأداء الوظيفي لتمنح للموظف المثالي بحيث الزيادة ترتبط بتحفيز المجتهد ومكافأة المتميز، فمن خلالها يتطور العمل ويتحسن الأداء وتزيد الإنتاجية. معالي الرئيس، هذا المشروع يعد مطلبا شعبيا وحتميا للارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها، وسوف تؤدي إلى رفع الإنتاجية كما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، ونأمل من الحكومة الموقرة تضمينها للميزانية العامة للدولة القادمة ليتم إقرارها من قبل مجلسكم الموقر. شكرا معالي الرئيس. سعادة النائب عبد الله الدوسري، تفضل. معالي الرئيس، بخصوص
إضافة المادة 15 بخصوص زيادة 3% للموظفين. فأنا أعتقد يعني أحب أشكر مقدمي المقترح على هذا المقترح الطيب. وأنا أعتقد أن مثل هذه المقترحات لابد أن تؤطر وتكون في إطار قانوني وليس تكون عبر قرارات أو لوائح. بالنسبة حق الموظف اليوم لما يشتغل ويجتهد، أنا أعتقد أنه يستحق في النهاية كنوع من أنواع المكافأة لكي يبدع في الدائرة الحكومية الذي يعمل فيها، ويكون هناك نوع من أنواع التنافسية في العمل لأجل خدمة الوطن. فبالتالي اليوم لما يكون هناك خلال عام واحد زيادة 3% للموظف طبعا المجتهد، أنا أعتقد أنه يكون في مكانها. اليوم 3% أنا أعتقد أنه بعد مبلغ متواضع، لأن اليوم الكل يعلم أن الرواتب في البحرين عندنا رواتب ليست بعالية، فلما تدخل هذه الزيادة أنا أعتقد ما تأثر حتى على الموازنات. الحكومة يعني دائما تتكلم وتتعذر في خصوص الزيادة بشأن المكافآت، وتقول أن الجدول الرواتب نبي نعدله ونبي نعدله. أنا أعتقد أن هذا الكلام مكرر صار لفترة زمنية طويلة، وأتى الوقت لكي يكون هناك إطار قانوني لهذه الزيادة، وأنا من مؤيدين هذا المقترح ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا سعادة النائب. فقط للإيضاح، نحن لسنا بصدد مناقشة زيادة النسبة كي لا يفهم المواطنين هذا الأمر، إنما المجلس بصدد مناقشة قانونية الزيادة الموجودة اللي هي 3%. نتمنى ما تتمنونه بالزيادة، ولكن حاليا نحن نناقش موضوع قانونية الزيادة الموجودة اللي هي 3%. سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان، تفضل. شكرا معالي الرئيس، وكل عام وانتم بخير جميعا والبحرين بخير. معالي الرئيس، الأخ المقرر يتحدث عن مسألة مهمة جدا، وهي أن تثبت أو يثبت هذا الحق قانونا، أي يقنن في التشريعات البحرينية لكي يصبح نافذا وفي نفس الوقت يصبح ملزما للحكومة. في الوقت الذي نرى أن رد وزارة المالية تكلم عن أن متوسط راتب البحرينيين في الحكومة يعني تجاوز 40%، وهذا غير محسوس أساسا. إذا كنا نريد أن نصدق هذا الرقم، إن ذلك غير محسوس بالنسبة للمواطن البحريني، لأن يمكن يكون هذا يتكلم عن الأفرج أو عن المعدل العام، ولكن المواطن البسيط يطمح سنويا إلى أن تكون هناك زيادة في حدود 3%، مثله بالضبط مثل ما يكون لدى المتقاعدين. المتقاعدين أيضا لديهم زيادة في رواتبهم 3%، وهذا يرتبط أيضا في الأساس كما نعلم، وهي قاعدة معروفة، بمسألة التضخم مثل ما ذكر الزملاء. إذن لماذا يحرم المواطن البحريني أو الموظف البحريني العامل في الحكومة من 30%؟ هل نريد أن نطبق ذلك أيضا مستقبلا على المتقاعدين لا سمح الله؟ المسألة مرتبطة بمبدأ أساسي، وهي أن التضخم يحتاج إلى معادلة، هذه معادلة اقتصادية معروفة، أن في كل الدول هناك عامل تضخم يجب أن يواجه بزيادات في الرواتب أو زيادات في الأجور أو في العلاوات. أيضا اللي يثير أهمية تثبيت هذا المنطق أن رد ديوان الخدمة المدنية يقول أنه يمكن أن يعني تستبدل هذه الزيادة أو قصدي التشريع اللي يرتئيه المقترح بقرار من سمو رئيس الوزراء. هذا القرار معالي الرئيس هو قرار تقديري في كل الأحوال، ولم يكون ملزما للحكومة. احنا نريد أن نثبت ذلك من حيث القانون، من حيث يعني أن يكون مقنن في التشريع البحريني. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، لا يجب أن تتذرع الحكومة فقط دائما وأبدا بأن هناك وضع مالي صعب، نحن نتكلم عن استمرارية وديمومة لهذه العلاوة. هناك موارد كثيرة ضائعة في الدولة وفي الميزانية العامة للدولة بسبب وجوه متعددة من التجاوزات والفساد، وأيضا عدم الإدارة المالية الحصيفة للمال العام. يمكن بقليل من المسؤولية والضبط القانوني أن نضبط مصاريف الدولة بحيث أن لا يخسر المواطن البحريني حقه في أن تكون له علاوة دورية أو علاوة سنوية مقننة حسب القانون. وهذا يرد على رد الحكومة، وشكرا. سعادة النائب محمود البحراني، تفضل. شكرا مع الرئيس. مع الرئيس، القوانين في الدول المجاورة ما لا تلزم بالنسبة للزيادة السنوية، ولكنها تقر بزيادة
عدة أسس أو تشريعات تحفظ حقوق المواطنين في الزيارة السنوية. في الدول الجوار الخمس دول خليجية، أولا الشكر موجه لإدارة البحث القانوني لما قدموه من بحث يخدم مناقشة هذا التشريع، ويبين ضرورة وجوب ضمان العلاوة السنوية زين لموظفي الدولة عبر صياغة تشريع. زين الدول الخليج الخمس فيها عبارات في التشريع القانوني تلزم الزيارة السنوية، مثلا باخذ إلى دولة الكويت الشقيقة حق موظفو الحكومة في العلاوة الدورية مثبت قانونيا في المادة 18 تنص على أن يستحق الموظف علاوة دورية بالفئات وفقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية. وفي سلطنة عمان ينص القانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف العلاوة الدورية في أول يناير من كل عام. في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية يوجد نص قانوني جميل يؤكد حق الموظف في العلاوة وقف سلم الرواتب الملحق إلى آخره معالي الرئيس. وأما بالنسبة إلى 3% ما أعتقد أنها بتأخذ هذا العبء على الميزانية. الدرجات الاعتيادية في وضعنا الحالي، في الدرجات الاعتيادية في السلم الوظيفي الزيادة السنوية من 1 إلى 2.5 أكثر شيء، ما يوصل 2.5، من 1 إلى 2% هي الزيادة السنوية. في الدرجات التنفيذية هي 3 وما فوق. لو صاروا مع بعض سويناها على 3% بنكون أنصفنا ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وقللنا من الدرجات التنفيذية وزيارات العلاوات اللي عندهم. أما بالنسبة إلى بيانات الحكومة نسبة التضخم في زيادة الأسعار والسلع، في تقارير الحكومة مثبتة أن نسبة التضخم هي 3%، فزيادة 3% بتكون تتوافق مع تضخم في أسعار السوق. شكرا مع الرئيس. شكرا. أرجع وأقول لكم إحنا لسنا بصدد مناقشة زيادة هذه النسبة وإن كانت ضرورية نتيجة لمعاناة الناس وحاجتهم، ولكن أنتم اليوم بصدد مناقشة القانون، قانونية هذه الزيادة. الزيادة موجودة، الحكومة قاعدة توفرها لكل العاملين، إنما نبي ما يكون بدل ما يكون قرار يكون في قانون، نص القانون يكون الزيادة تكون موجودة. تفضل سعادة وزير المجلسين. شكرا مع الرئيس، وشكرا جميع الأخوان المداخلين، وهذا طبعا حرصهم على مصلحة المواطن وتحديدا الموظف العام في الدولة، وهذا طبعا من أول أولوياتهم في عملهم التشريعي والرقابي. ملاحظتين معالي الرئيس، وأبدتهم الحكومة في حينها، وأبدتهم أيضا هيئة التشريع والرأي القانوني، بس مع الأسف لم يلتفت لها عند إعداء التقرير، وهي ملاحظات مهمة جدا في قضية صياغة المادة. طبعا يعني الآن لسنا بصدد تعديل الصياغة مثل ما تفضلتي، تصويت فقط على القرار. الملاحظة الأولى، وأبدت هيئة التشريع والرأي القانوني واضحة جلية دون أي لبس عندما قالت إذا رغب مجلسكم الموقر بالسير في قانون الاقتراح، وهذا ما تم، طبعا تم السير في قانون الاقتراح حتى تم صياغته بمشروع قانون وخذ مراحله الدستورية من الفصل السابق. ترى الهيئة، طبعا ليست الحكومة إنما الهيئة التشريع والرأي القانوني هي هيئة قضائية مستقلة، أن يتم تعديل المادة المقترحة إضافتها إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم كذا بحذف عبارة بنسبة 3% من الراتب الأساسي. ليش؟ إحنا حتى الأخوان حاليا هناك لبس ما بين ما هي هذا 3%، هل هي العلاوة اللي كما تم التطرق تم لغط في وقت من الأوقات أنها سوف توقف، لذلك ارتأى المجلس أن تكون بقانون عوضا أن تكون بقرار من سمو رئيس الوزراء. طبعا هذا هو الفهم وهذا اللي سمعناه الآن، لكن القانون يتكلم عن 3% من راتبه الأساسي وليس 3%. 3% اللي كانت هي العلاوة هي تمثل رتبة في الدرجة،
هني نتكلم عن يعني بكل أمانة نصف المادة من الأساس ونتكلم عن 3% من الراتب. هذه ملاحظة أبدا أنها في وقت لكن للأسف لم يلتفت لها، وصلنا إلى مرحلة لن نستطيع تعديل، يعني لو التفت لها في حينها لتم تعديل المادة في حينها وجاءت بالطريقة السليمة. إذن توصية اللجنة تفضل. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. الموافقون على توصية اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ. أغلبية موافقة. تفضل مقرر اللجنة. توصل اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع، مسمى مشروع القانون بعد التعديل على النحو الوارد بتقرير اللجنة. الموافقون على توصية اللجنة بشأن مسمى المشروع بقانون. أغلبية موافقة. تفضل. توصل اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بعد تعديلها على النحو الوارد بتقرير اللجنة. الموافقون على توصية اللجنة بشأن الديباجة. أغلبية موافقة. تفضل. المادة الأولى. توصل اللجنة بالموافقة على نص المادة الأولى من مشروع القانون بعد تعديلها على النحو الوارد بتقرير اللجنة. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة الأولى. أغلبية موافقة. تفضل. توصل اللجنة بالموافقة المادة الثانية. توصل اللجنة بالموافقة على نص المادة الثانية كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة الثانية. أغلبية موافقة. والموافقون على مشروع القانون بجميع مواده وما أجري عليه من تعديلات بصورة مستعجلة وبصفة نهائية وإحالة إلى مجلس الشورى بذات الجلسة. أغلبية موافقة. إذن يحال المشروع بقانون إلى مجلس الشورى الموقر. شكرا مقرر اللجنة. شكرا، كل عام وانتم بخير. سعادة الأمين العام المساعد، البند الذي يلي. شكرا معالي الرئيسة. ثانيا، تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 2006 ميلادية بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. شكرا معالي الرئيس. شكرا. سعادة النائب عمار حسين مقرر اللجنة تفضل. نرجو الموافقة على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة. تفضل. المشروع بقانون يتعلق بتوسيع درجة قرابة الأشخاص الذي يتولون رعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، ويتم منحهم ساعة راحة يوميا مدفوعة الأجر، وذلك لتصبح إلى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الأولى كما هو في القانون النافذ. وقد جاء قرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ. هل لديكم ملاحظات حول قرار مجلس الشورى وتوصية اللجنة بالإصرار على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون؟ تفضل رئيس اللجنة السيد سعادة النائب ممدوح الصالح. شكرا معالي الرئيس، صبحكم الله بالخير. معالي الرئيس، بس بفند مجموعة من النقاط اللي طرحوها الأخوان الشوريين على هذا التعديل القانون. معالي الرئيس، طرحوا لنا 4 نقاط مختلفين ويانا فيها، اتمنى ان هي توصل اليهم بعد، لان بالنهايه احنا نشرع القوانين من اجل راحه الناس، كانت خدميه ام كانت سياسيه. الرد الاول او ملاحظتهم الاولى اللي بفندها، قالت لجنة الخدمات الموجودة في مجلس الشورى إن اللجنة تشوف إن من الأنسب والأوفق والأكثر تحقيقاً لمصلحة ذوي الإعاقة الإبقاء على الفقرة على ما هي عليه في القانون النافذ. عندنا قانون نافذ محددة بس بدرجة القرابة لذوي الإعاقة فقط الدرجة الأولى، وإحنا معاهم في هذا الشيء ما نختلف. ولكن معالي الرئيس، إذا ما تتحقق، إذا ما تحققت هذا الشرط ما تحقق في القانون النافذ، بمعنى أن المعوق أو ذوي الاحتياجات الخاصة يتيم
الأب والأم يروح لمين معالي الرئيس؟ عشان كذي جاء هذا التعديل معالي الرئيس. احنا لما نقول ان احنا نتوافق بشكل او باخر لصوت الناس وهموم الناس، احنا لما ننزل للشارع ونسمع الناس نجي نحاول قد ما نقدر ان احنا نطبق ما يصبون اليه من خلال هذا المجلس. هذه الفقرة الاولى. الفقرة الثانية معالي الرئيس تقول ردهم يعني ان اقرار هذا التعديل سيؤدي الى عزوف اصحاب الاعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة. يعني انا استغرب معالي الرئيس، القانون هذا ما له علاقة بتوظيف ذوي الإعاقة، هذا القانون تعديله على اساس اعطاء للموظف في القطاع الخاص او القطاع العام لصلة القرابة من الدرجة الثانية، ما لي علاقة بتوظيفهم، توظيف ذوي الإعاقة. بكمل بعد على أساس أنه يعني يكون واضح، أو إنهاء خدمات العمال من يتولون رعاية معاقين حتى الدرجة الثالثة. إذا أخذنا بهذا المبرر الواضح اللي طرحوه الإخوان الشورى إلينا، بقول حتى الدرجة الأولى ممكن يستغنون عنهم إذا هذا المبرر. مو بس الدرجة الثانية، أنا أقول الدرجة الأولى معالي الرئيس لربما يكون ذوي الإعاقة يتيم الأب والأم، من إليه نروح للدرجة الثانية؟ الدرجة الثانية مو موجودة، صلة القرابة مو موجودة في الدرجة الثانية، نروحون للدرجة الثالثة. سعادة النائب سيد فلاح تفضل. مع الرئيس يجسد مضمون هذا المقترح معاني التراحم المجتمعية التي تبدأ بأفراد العائلة وتنتقل لتعم المجتمع لتسود مظاهر الألفة والتراحم بين الناس بما يتضمنه من قيم أخلاقية وسمات حضارية وإنسانية لها أثر كبير في إشاعة لمبدأ وروح التكافل والترابط بين أفراد العائلة. وقد جاء في الحديث الشريف عن قول سيد المرسلين خيركم خيركم لأهله. لقد نص التعديل على أن يشمل حق ساعتي رعاية ذوي الإعاقة إلى أقرباء حتى الدرجة الثالثة. معالي الرئيس، هناك العديد من هذه الفئة ممن يفتقدون الدرجة الأولى ما ينص عليه القانون النافذ. يعني إحنا إذا لم نوسع هذا الإطار كأنما نقول إلى هذه الفئة بأن المجتمع تخلى عنكم، اذهبوا وتكفلوا بأنفسكم. لا أعتقد هذه هي من قيم المجتمع البحريني، أعتقد هي مسؤولية المجتمع بكامله أن يوسع هذه الفئة. القانون المقترح أو المشروع المقترح هو لا ينص على تخصيص أكثر من شخص، وإنما إذا لم يتوفر الشخص من الدرجة الأولى ممكن الذهاب إلى ما بعد من درجة. أعتقد هذا الشيء معقول، بل هو شيء مطلوب، وأعتقد هذه مسؤوليتنا جميعا. وشكرا. سعادة النائب محمد بحمود تفضل. بخصوص طبعا المشروع بقانون بتعديل مادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، طبعا يعني وجه الاستغراب في رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عندما قالت في الفقرة باء كما أنه في الصعوبة بمكان على لجنة التقييم والتشخيص ضبط مسألة تحديد صلة القرابة في الدرجة الثالثة، كان يعني يقولون لك إن ما عندنا مانع بنروح للدرجة الثالثة، ولكن صعب هنا نعرف منو اللي راح يكون في الدرجة الثالثة. اليوم إذا كان المعاق، يعني عندنا ناس، أنا عندي واحد من اللي موجودين في الدائرة، الأب وعنده 3 من الأبناء معاقين، يعني هذا شلون يطلع من البيت ويخليهم؟ طبعا إذا كان هو موظف، إذا كانت والدتهم موجودة، طبعا 3 من الأبناء كبار، يعني ما تستطيع حتى الوالدة أن يعني كل المطلوب الآن في الساعتين، وهذه رأفة ورحمة، يعني ما في أي إشكال. ونتمنى من الإخوان أعضاء مجلس الشورى طبعا النظر في هذا المشروع بجوانب الإنسانية. شكرا معالي الرئيس. شكرا. إذن توصية اللجنة تفضل. قرار اللجنة. توصي اللجنة بالإصرار على قرار مجلس النواب الموقر.
الموافقون على توصية اللجنة بالإصرار على قرار مجلس النواب السابق بشأن مشروع القانون؟ أغلبية موافقة. إذن يحال المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية. شكرا مقرر اللجنة. سعادة الأمين العام مساعد، تفضل البند الذي يليه. البند السادس، الاقتراحات بقانون. تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة المعدل بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ميلادية، المقدم من أصحاب السعادة النواب أحمد يوسف الأنصاري، عيسى يوسف الدوسري، عبد الله خليفة الذوادي، باسم سلمان المالكي، محمد خليفة بحمود. شكرا معالي الرئيس. شكرا. سعادة النائب محمد بحمود مقرر اللجنة، تفضل. أطلب تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة، تفضل. طبعا يتضمن الاقتراح بقانون تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر، تتضمن حكما جديدا يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية، أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي. شكرا. سعادة النائب عيسى الدوسري من مقدمي المقترح، تفضل. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة السابقين والحاليين. أن عضو مجلس البلدي يستحق المكافأة الشهرية من تاريخ اكتساب العضوية وليس من تاريخ أداء القسم، أسوة بأعضاء المجلس النيابي، فلا بد من المساواة في هذا الشأن وعدم ترك تحديد موعد استحقاق المكافآت لوزارة البلديات، حيث أن الوزارة تقوم بتحديد موعد استحقاق العضوية للعضو البلدي بتاريخ أداء القسم، وهذا معناه أنه في حالة تأخر أداء القسم بسبب مواعيد الوزير، وهذا ما حدث في مناسبات عديدة يتبعها تأخير استلام المكافأة الشهرية وما يترتب عليه من عدم وجود دخل للعضو لعائلة نفسه وأسرته، فمن المفترض أن العضو يكتسب العضوية من أداء إعلان فوزه في الانتخابات وليس من تاريخ أداء القسم، فالمكافأة الشهرية هي أساسها مكافأة على العضوية قبل أن تكون مكافأة على العمل. وعلى سبيل المثال، في الانتخابات الأخيرة تأخر موعد القسم لإحدى المجالس البلدية لتاريخ 11 ديسمبر 2018، وما ترتب على ذلك من خصم في مبلغ المكافأة الشهرية لجميع الأعضاء، في حين أن منهم من فاز بالتزكية من تاريخ إغلاق باب الترشح في 21 أكتوبر 2018، ومنهم من فاز في الجولة الأولى بتاريخ 24 نوفمبر 2018، وبناء عليه بإضافة مادة جديدة إلى قانون البلديات رقم 35 ل2001 رقم 11 مكرر نصها تستحق مكافأة أعضاء المجالس البلدية من تاريخ اكتساب العضوية. أرجو من إخواني أصحاب السعادة عدم التردد في الموافقة على هذا المقترح، فإنه يصب في مصلحة إخواننا أعضاء المجالس البلدية. شكرا معالي الرئيس. سعادة النائب عمار قنبر، تفضل. بس أوجه استفسار، شنو صعوبة تفعيل الاقتراح بقانون من الناحية العملية؟ الحين معالي سعادة الوزير يمكن مبرر لنا تم من شيء، لكن أنا أوجه شكر حق الأمانة العامة عندنا، بصراحة هم يتحدون الصعاب عيل. نفس الشيء، احنا عندنا جولتين، يا احنا نفوز في اول جوله او نفوز في الجوله الثانيه، نفس الشيء او التزكيه، نفس الشيء العضو البلدي. العضو البلدي يمر في نفس الظروف اللي نمر فيها احنا، ليش ما في سواسيه في هالموضوع؟ هو يتفرغ من شغله ويطلع من شغله، يقعد ينتظر 4 شهور 5 شهور لما ينزل له الغيث، فما فيها عداله امانه. هو يطلع من شغله ويعاني، يصرف مصاريف كثيره في الحمله الانتخابيه،
يقعد كنا 100 تم لاربع شهور ثلاث شهور ما يحصل راتبه، فهي امانه فيها ظلم مو بس عداله. فانا ما اشوف في 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 الطريقه شيء مخالف عن العضو مجلس النواب. المبرر غير مقنع امانه، واتمنى ان يكون سواسية مع اعضاء مجلس النواب. سعادة النائب بدر الدوسري تفضل. لعلم صاحب السعادة غانم بن فاضل البوعنين وزير المجلسين، وهو اعلم مني في هذه الامور طبعا بلا شك، ان متى ما فاز عضو مجلس النواب يحسب راتب له، سواء بالتزكية أو إذا صار دور ثاني. الدور الثاني الأولي يحسب له الراتب، الثاني يحسب له متى ما راح يفوز في الدور الثاني. هذا اللي احنا كنا نتمنى، أن نفس مجلس البلدي يحسب لهم متى ما تم نجاح عضو البلدي في دائرته يحسب له راتبه، ويسقط الراتب ويسقط عضو المجلس البلدي السابق ويحسب له الراتب من حينه. شكراً. إذن توصية اللجنة. تفضل. توصي اللجنة وبتوافق أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم 11 مكرر إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، نظراً لوجاهة المبررات والأسس التي يقوم عليها المشروع. الموافقون على توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون تفضلوا. أغلبية موافقة. شكرا. إذن يحال المقترح بقانون إلى الحكومة الموقرة. شكرا مقرر اللجنة. سعادة الأمين العام المساعد البند الذي يلي. شكرا معالي الرئيسة. البند السابع الاقتراحات برغبة. أولا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة والسياحة بحظر السلع الكهربائية الرديئة، المقدم من سعادة النائب عادل عبد الرحمن العسومي. شكرا معالي الرئيس. شكرا. سعادة النائب محمود مكي البحراني تفضل مقرر اللجنة. أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة. شكرا. تفضل. توصي اللجنة بتوافق الجميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة والسياحة بحظر السلع الكهربائية الرديئة لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المبررة له. تفضل سعادة النائب عادل العسومي مقدم هذا المقترح. تفضل. شكرا مع الرئيس. مع الرئيس طبعا قبل لا أبتدي في مداخلتي، إذا تسمحين لي أقدم جزيل الشكر وامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العام النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على المبادرات الممتازة والتي بلا شك تصب في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وإحنا نؤكد بأن هذه المبادرات سنتعامل معها بشكل جدا ممتاز، لأن هي تحقق آمال تطلعات المواطنين، وأن هذه المبادرات اللي أطلقها سمو ولي العهد بلا شك تأتي دعما للمشروع الإصلاحي جلالة الملك، والذي نحرص على أن يكون هذا المشروع يستمر في خدمة البحرين، خدمة قيادة البحرين، وأن نقول له بلا شك إن شاء الله الأيام القادمة سترى سمو ولي العهد أن المجلس سيكون عند مستوى المبادرات التي أنت أطلقتها، والتي بلا شك ستكون خير عون لنا داخل هذه المجلس لتحقيق آمال تطلعات المواطنين، وإن شاء الله نسعى من خلالها احنا نستثمرها كمجلس نواب في ان احنا نبني نبنات صحيحة داخل مملكة البحرين. بلا شك المشروع الإصلاحي مبني على امور كثير، لكن التجربة النيابية البحرينية اصبحت الان رائدة في امور كثيرة، وهذا الدعم من سمو ولي العهد يؤدي ضمن توجيهات جلالة الملك في دعم السلطتين وتعاون بين السلطات، وان شاء الله بنكون احنا خير من يترجم بشكل إيجابي هذه المبادرات. مع الرئيس أنا أشكر طبعا وزارة التجارة، لكن في النهاية هذه السلع
لها خطورة كبيرة على حياة الناس، بالذات الآن حين زيادة الوسائل التواصل، المعدات أو الآلات أو الأجهزة اللي يستخدمونها المواطنين أصبحت الآن لصيقة في حياتهم اليومية، مثل الموبايلات، مثل الشواحن، مثل أمور كثيرة. ورداءتها مع الرئيس بلا شك أنها هي تؤدي إلى خطر، لا سمح الله يؤدي إلى بعضها للموت، مثل يؤدي إلى حريق أمور هذه. لذلك نتمنى أن تكون يعني وزارة التجارة أكثر رغبة على هذه السلع، أساس أن نحن في النهاية القاسم من تقديم هذا المقترح مع الرئيس هو حماية أرواح الناس، وهذه دور الوزارة، وإن شاء الله هي ما بتقصر، لكن نتمنى تفعيله. ما قالوا لنا في عدد معين وتم يعني عدم السماح به أو كشفه، لكن نحن في النهاية ما نبي يكون أي سلعة موجودة تؤدي إلى ضرر أو إذا خطر على أي مواطن أو مقيم أو خطر حتى على الأملاك العامة. لذلك نتمنى أن يكون هناك كذلك إجراء رادع من وزارة التجارة في من يقوم بترويج وتسويق وبيع هذه الأدوات حماية لأرواح الناس. وأشكر أمانة اللجنة على موافقتها، وأتمنى من مجلسكم أن يوافق على هذا المقترح. شكرا مع الرئيس. شكرا. مقرر لجنة، تفضل التوصية. توصي اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة. إذا يوافق مجلسكم على توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة. أغلبية موافقة، إذا يحال هذا المقترح إلى الحكومة الموقرة. شكرا مقرر اللجنة. سعادة الأمين العام المساعد، تفضل. شكرا معالي الرئيسة. ثانيا، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى للولادة في منطقة الرفاع، المقدم من أصحاب السعادة النواب معالي الرئيسة فوزية بنت عبد الله زينل، علي محمد إسحاقي، عبد الرزاق عبد الله حطاب، عيسى علي القاضي، محمد إبراهيم السيسي البعينين. شكرا معالي الرئيس. شكرا. سعادة النائب إبراهيم النفيعي مقرر اللجنة، تفضل. نرجو الموافقة على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة. يهدف الاقتراح برغبة إلى إنشاء مستشفى للولادة في منطقة الرفاع يخدم أهالي المحافظة الجنوبية وما جاورها مع تجهيزه بالأجهزة الحديثة والطواقم الطبية والتمريضية والفنية اللازمة. سعادة النائب عيسى القاضي من مقدمي المقترح، تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، طبعا مع تزايد عدد السكان في مملكة البحرين والحاجة الماسة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية بما يتناسب مع المتطلبات الراهنة، نرى أنه من الضروري إجراء دراسة تفصيلية حول إنشاء مستشفيات ورفع التخصصات الطبية وتوفير معدات طبية متطورة في كافة المحافظات. معالي الرئيس، أصبح من الصعب هذه الأيام مع الضغط الشديد والازدحام في شوارع المملكة وبما تستقطبه مملكة البحرين من الزوار من دول الخليج الشقيقة والوصول إلى مستشفيات الولادة، خصوصا لقاطني والوصول إلى مستشفيات الولادة خصوصا لقاطني المحافظة الجنوبية، الأمر الذي يبرر لهذا المقترح الوجيه. نعلم بأن هذه ليست المرة الأولى في الواقع معالي الرئيس التي يتطرق فيها مجلس النواب لمثل هذه المقترحات المهمة والتي تمس الحياة المواطنين بشكل مباشر، ونذكر أنه لم تتم الاستجابة في الواقع لأي مقترح شبيه في إحدى السنوات الماضية في الواقع السابقة، وقد عللت الحكومة أن ذاك بوجود مشاريع مستقبلية في الواقع. يعني بين فترة وفترة عندما نتحدث عن مشاريع في الواقع مهمة للمواطنين، هم ايش يقولون لك؟ يقولون لك بنتابع وإن شاء الله بندرس. وهذا الأمر جدا مهم يا معالي الرئيس. مقترحتنا هذه تستند إلى نص المادة الثامنة من بند ألف من دستور مملكة البحرين، من أنه لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات من المؤسسات الصحية.
وعلي نرجو من الحكومة دراسة المقترح والموافقة عليه، ونرجو أن لا يتم المساومة على صحة المواطن في الواقع وصحة الناس والخدمات الصحية الأساسية وتقديم مبررات كعدم توفير الميزانية والحاجة لاستملاك الأراضي وغيرها كما تم في السابق. معالي الرئيس، هناك مقترح أو هناك طبعا طلب أيضا من يوم 2002 في المجلس البلدي في المنطقة الجنوبية، طلبنا هذا طبعا المقترح، وطلبنا أرض، والأرض في الواقع أنا أعلم بأن هذه الأرض خصصت في منطقة آلي، وأنت تعلمين معالي الرئيس وكلمتيني مسبقا وقلتي لي خلينا نتابع الموضوع يا البلدية أساس نرى أين ذهبت هذه الأرض، والأرض أتوقع أن هي موجودة الآن. شكرا معالي الرئيس. تفضل مقرر اللجنة. توصية اللجنة. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. يحال المقترح برغبة إلى الحكومة الموقرة. شكرا مقرر اللجنة. سعادة الأمين العام المساعد تفضل. شكرا معالي الرئيسة. ثالثا، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين لخدمة أهالي قرى شارع البديع، المقدم من أصحاب السعادة النواب السيد فلاح هاشم فلاح، كلثم عبد الكريم الحايكي، ممدوح عباس الصالح، فاطمة عباس قاسم، عبد الله إبراهيم الدوسري. شكرا معالي الرئيس. شكرا. يواصل معنا طبعا سعادة النائب إبراهيم النفيعي مقرر اللجنة تفضل. شكرا معالي الرئيس. نرجو الموافقة على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة تفضل. يهدف الاقتراح برغبة إلى إنشاء مدرسة ثانوية للبنين لخدمة أهالي قرى شارع البديع، وذلك لخلو المنطقة من مدرسة حكومية ثانوية للبنين في المنطقة رغم التعداد السكاني الكبير والمتزايد الذي تعايشه. سعادة النائب كلثم الحايكي تفضلي. طبعا عندما كفل الدستور حق التعليم فهو بذلك حمل السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة مسؤولية ترجمة هذا الحق على أرض الواقع وتسهيل جميع الإجراءات وتوفير كافة المنشآت ومستلزمات العملية التعليمية، ليس فقط لضمان مجانية التعليم بل لتسهيله على المواطنين وضمان سير الطريقة المثلى للتعليم. ومن أسس العملية التعليمية توفير المنشآت التعليمية خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. من هنا تأتي أهمية الاقتراح برغبة بتوفير مدرسة ثانوية للبنين لخدمة أهالي قرى شارع البديع، إذ إنه من غير الطبيعي اضطرار أهالي هذه القرى للذهاب لمدارس بعيدة عن مناطق سكنهم، وما يتطلبه الأمر من وقت طويل للذهاب والأيام، إضافة لذلك إلى صعوبة متابعة الأهالي ومراجعتهم لهذه المدارس البعيدة وغيره من سلبيات بعد المسافة. معالي الرئيسة، أصبح من الضروري توفير مدرسة ثانوية للبنين تخدم قرى شارع البديع وتعزز أوضاع التعليم في المناطق في هذه المناطق وتساهم في التخفيف من معاناة الطلاب وأهاليهم، وأسجل استغرابي من عدم رد الوزارة على هذا المقترح الذي هو حاجة ملحة وكان من اللازم أن يبصر النور منذ فترة طويلة. يجب أن تدار العملية التعليمية بشكل أكثر حرص على مصالح الطلاب وباهتمام أكثر لتنمية هذا القطاع وتقديم كل التسهيلات اللازمة للطلاب والأهالي، وهو ما نأمله من الحكومة الموقرة بعد موافقة الزملاء النواب على هذا المقترح. شكرا معالي الرئيس. شكرا. مقرر اللجنة تفضل. توصية اللجنة. شكرا معالي الرئيس. توصي اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة. الموافقون على توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة. أغلبية موافقة. يحال المقترح برغبة إلى الحكومة الموقرة. شكرا مقرر اللجنة. سعادة الأمين العام المساعد تفضل. شكرا معالي الرئيسة. رابعا، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة عن طريق الجهات المختصة بإنشاء مراكز بيع
للأسر المنتجة في جميع محافظات المملكة المقدم من أصحاب السعادة النواب عمار سامي قنبر، حمد أحمد الكوهجي، زينب عبد الأمير خليل، دكتور هشام أحمد العشيري، أحمد يوسف الدمستاني. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب عمار قنبر مقرر اللجنة، تفضل. نرجو الموافقة على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة، تفضل. يهدف الاقتراح برغبة إلى إنشاء مراكز بيع للأسر المنتجة في جميع محافظات المملكة، بحيث يخصص موقع على هيئة مجمع تجاري في كل محافظة لبيع منتجاتها المختلفة. سعادة النائب أحمد الدمستاني مقدمي المقترح، تفضل. معالي الرئيس، الأسر المنتجة طبعا أعدادها كبيرة في البحرين، ويمكن ما تكون في المدن كثيرة ولكن تنتشر في القرى بشكل أكثر. الأسر المنتجة أعتقد أخواننا أصحاب النواب كل أبوهم يعرفون الأسر المنتجة في الفرقان وفي البيوت وفي المدن متواجدين وين يبيعون الإنتاج مالهم. إحنا شو اللي يخلينا ما نساعدهم ونرفع معنوياتهم لكونهم بحرينيين؟ فنتمنى يعني دعم أخواننا النواب في هذا المقترح بحيث تخصص أرض، يمكن صعب على الحكومة أن يتخصص في كل المحافظات، ولكن احنا نقول لعل وعسى أن يكون مقر واحد يجمع كل هالأسر المنتجة ويكون معرض دائم إلى كل البحرينيين. الأسر المنتجة طبعا أعتقد يتواجدون حاليا، مثال على هذا الكلام، في سوق المزارعين. في سوق المزارعين البحرينيين الأسر المنتجة ما شاء الله تبارك الرحمن أعداد كبيرة، ففترة وجيزة وعدد مسموح به فقط يقيم هذا الإنتاج أو يصنع هذا الإنتاج في سوق المزارعين. ليش ما يكون في مقر دائم لوزارة التجارة أو وزارة البلديات بالتنسيق مع وزارة التجارة، مقر رسمي للأسر المنتجة، وكلهم يستاهلون أهل البحرين. بارك الله فيكم، شكرا معالي الرئيس. سعادة النائب حمد الكوهجي من مقدمي المقترح، تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، في البداية أحب أشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيتشا بنت إبراهيم الخليفة على دعمها المتواصل لهذه الأسر، جزاها الله خير وفي ميزان حسناتها، وفي كل عام تقريبا تخصص جوائز مميزة لهذه الأسر. الأسر المكافحة، الأسر المنتجة، الأسر المتعففة، الأسر البسيطة، الأسر البحرينية الأصيلة. للأسف الشديد معالي الرئيس، أنا قريت ردود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للأسف الشديد صارنا نستند لهذه الأسر للاستعراض فقط، ما ندري مدى حاجاتهم في عملهم أنهم يكونون بشكل مستمر. صرت أناديهم لأي فعالية أو أناديهم لأي مناسبة لمجرد فقط أن أنا أستعرض بهم لحضور شخصية معينة أو فعالية معينة. المطلوب من المقترح معالي الرئيس أن احنا نعزز دورهم الحقيقي، خاصة أنهم أغلبياتهم مستفيدين من الشؤون الاجتماعية ودخلهم اليومي هو مصروفهم اليومي. صارت أغلب المعارض اللي تقام لهذه الأسر لمجرد التفاخر بها فقط كأسر بحرينية. احنا نعم نفتخر بها، بس احنا قاعدين نعزز دورنا كسلطة تشريعية ان احنا في نفس الوقت نحفظ حقهم وجزء من كرامتهم انهم يبتدون يمارسون دخلهم بشكل مستمر وليس بشكل مقطوع في إقامة معارض او فعاليات للاستعراض بها. الأسر المنتجة أسر بحرينية تشتغل بجهد. المطلوب معالي الرئيس شيء بسيط، في مجمعات، أغلب المجمعات الحالية الموجودة اللي تملكها الحكومة تقريبا فاضية، نحتاج جزء منها، ما نحتاج ان احنا نخصص أرض. عندنا مجمع السيف عراد، عندنا مجمع اللولو، عندنا مجمع الراملي، أغلب المحلات اللي موجودة فيها شبه خالية بسبب ارتفاع الأجارات وكذا، ليش ما يستفيدون منها في القاعات الرئيسية اللي تحت ويبتدون يدعمون هذه الأسر المنتجة؟ معالي الرئيس،
البحريني اليوم صار ينتظر، يعني اللي يشتغل في الوزارة الحكومية صار ينتظر الماسج يجيله زيادة في الراتب 3%. على من شوي كنا نتكلم عن قانون ديوان الخدمة المدنية والزيادة 3%. بالك الأسر المنتجة، أنا ما بايبهم عشان أستعرض فيهم فعاليات وزير بيقيم فعالية، أنا بروح أزور صارت إن أكثر من وزير يروح يستعرض بهم يحطهم في معارض وزاراته، مقدمة الوزارات يتفاخر، نفتخر ونحطهم فوق راسنا، بس نبي نثبت حقهم، نبيهم يكون لهم حق أصيل إنهم يبتدون يكون في دخل ثابت. وأحب أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان عسى الله يحافظه، ما هي بغريبة عليه بعيسى، على دعمه المتواصل وعلى أوامر السامية بتشكيل اللجنة التنسيقية، جزاها الله خير ما قصر، وإحنا واثقين كل الثقة إن بقيادة شاب يسعى ويجتهد لتطبيق رؤية جلالة الملك في نجاح المشروع الإصلاحي ما هي بغريبة عليه. شكرا معالي الرئيس. إذن توصية اللجنة، تفضل قرر اللجنة. شكرا معالي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة. الموافقون على توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة، أغلبية موافقة، إذن يحال المقترح برغبة إلى الحكومة الموقرة. شكرا مقرر اللجنة. سعادة الأمين العام المساعد، تفضل البند الذي يليه. شكرا معالي الرئيسة. خامسا، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة، المقدم من سعادة النائب معصومة حسن عبد الرحيم. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب عبد الرزاق حطاب مقرر اللجنة، تفضل. شكرا معالي الرئيس، أرجو تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة، تفضل. يتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة الموقرة بمعالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي وتطبيق المعايير العالمية المتبعة في سبيل تحقيق أجواء صحية وآمنة للمواطنين وللمقيمين والإسهام في حماية الحياة الفطرية في الخليج. شكرا. مقدمة المقترح الدكتورة معصومة عبد الرحيم، تفضلي. طبعا أول شيء نقول هذا المقترح كتب من هموم أهل خليج توبلي. في زياراتي الميدانية إلى هذه المنطقة كانوا الناس أول ما واحد يزور هذه المنطقة يشم الريحة الغير طبيعية، وهذه الريحة للأسف طلع وراها مشكلة أساسية في خليج توبلي. فعلى ضوءه قدمت اقتراح بتاريخ 23/1/2019، والحمد لله قبل ما تنتهي السنة في آخر يوم احنا قاعدين نتكلم في هذا المقترح اللي إن شاء الله يرى النور. معروف طبعا البحرين هي طرف في اتفاقات دولية وإقليمية، وهذه الاتفاقيات اللي تعني بالمحافظة على البيئة. طيب خليج توبلي لما واحد يدخل بس جوجل بيشوف فيديو إلى خليج توبلي وكأنما ينظر إلى الناشنال جيوغرافي. عندنا محمية طبيعية جميلة خلابة فيها أشجار القرم اللي الآخرين يحاولون يستزرعونها، ولكن حتى ما صار الطبيعة اللي من رب العالمين خلقها. فعندنا إحنا محمية طبيعية في البحرين. طيب شنو اللي صار في هذه المنطقة؟ اللي صار في عندنا مصدرين أساسيين هما سبب هذا التلوث. أكبر مصدر اللي هو مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي يرمى فيه 80,000 متر مكعب من المياه الملوثة وغير المعالجة ثلاثيا في مياه خليج توبلي. طيب هذا ايش ممكن يسبب؟ يسبب تلوث في الهواء. التلوث في الهواء يؤدي إلى أمراض جلدية وأمراض
التنفسية. إذن هذا صار مشكلة إلى الإنسان البشري الموجود في هذه المنطقة. الشيء الثاني، مصانع غسيل الرمال على ضفتي الخليج، خصوصا في منطقة سترة، في 7 مصانع تصريف 75 طن من مياه غسيل الرمال، شيء يسبب تدمير إلى الحياة البيئية والفطرية والسمكية. فمعناته عندنا ضرر على حياة الإنسان، عندنا ضرر على الحياة البيئية والفطرية، وخسرنا خليج توبلي اللي هو أساساً مكان ممكن يعتبر سياحي في مملكة البحرين. الاجتماعات إلى مجلس الوزراء، أنا طبعاً متابعة هذا الموضوع لأن الموضوع من أهم المواضيع في المملكة. في 11 يوليو 2019 كان في توجيه من سمو رئيس الوزراء، في تاريخ 11 نوفمبر في برئاسة سمو ولي العهد الله يحفظه يوافق على خطة شاملة لتطوير خليج توبلي، في 8 نوفمبر ترأس سمو ولي العهد اجتماع اللجنة التنسيقية إلى 286 وكان في من ضمنها مقترحات تطوير خليج توبلي. إذا إحنا فعلا هذا المقترح شاف النور في مملكة البحرين، معناته إحنا راح نخدم صحياً أولاً المواطن البحريني والمقيم في هذه المنطقة. الشيء الثاني ومهم اقتصادياً، يكون مكان سياحي سواء للمقيم أو للوافد أو من المهتمين للبيئة، وبيكون في انتعاش بشكل جميل في خليج توبلي. إذن توصية اللجنة، تفضل. توصي اللجنة وبتوافق أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة، ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة، وذلك نظراً لوجاهة المبررات التي ساقتها صاحبة السعادة مقدمة الاقتراح الدكتورة معصومة. شكراً. إذن الموافقون على توصية اللجنة، تفضلوا. أغلبية موافقة، يحال المقترح برغبة إلى الحكومة الموقرة. شكراً. مقرر اللجنة. سعادة الأمين العام المساعد، تفضل. شكراً معالي الرئيسة. سادساً، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المختصة بمنع استيراد وبيع وزراعة أشجار الكونوكاربس المقدم من أصحاب السعادة النواب أحمد يوسف الأنصاري، محمد خليفة أبو حمود، علي أحمد زايد، يوسف عيسى يوسف الدوسري، بدر سعود الدوسري. شكرا معالي الرئيس. شكرا. سعادة النائب محمد أبو حمود مقرر اللجنة، تفضل. أطلب تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة، تفضل. طبعا يتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة الموقرة بإصدار القرارات اللازمة لمنع استيراد وبيع وزراعة شجرة الكونوكاربس. مقدمية الاقتراح سعادة النائب أحمد الأنصاري، تفضل. طبعا شجرة الكونوكاربس شجرة معروفة ولها مسميات كثيرة، لها مساوئ كثيرة جدا وتأثير مباشر على البنية التحتية خاصة للمجاري والمياه. هذا بشهادة وزارتي الكهرباء والماء والبلديات. فجذور هذه الشجرة تنجذب إلى المياه وتسد الأنابيب، مما يؤدي إلى قيام الوزارات بعمل صيانة دائمة لها تكلف المملكة ميزانيات طائلة وطارئة. توصية اللجنة، تفضل. توصي اللجنة وبتوافق أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المختصة بمنع استيراد وبيع وزراعة أشجار الكونوكاربس، وذلك نظرا لوجاهة المبررات التي ساقها أصحاب السعادة مقدموه. الموافقون على توصية اللجنة، أغلبية موافقة، يحال المقترح برغبة إلى الحكومة الموقرة. سعادة الأمين العام، تفضل. شكرا معالي الرئيسة. سابعا، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة
بشأن إيجاد حل للمشكلة الإسكانية في الدائرة الأولى المحافظة الجنوبية، الطلبات المتأخرة المقدم من أصحاب السعادة النواب أحمد محمد العامر، علي محمد إسحاقي، محمود مكي البحراني. شكرا معالي الرئيس. سعادة النائب عبد الرزاق حطاب مقرر اللجنة. أطلب تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. تفضل. يتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة الموقرة بحل المشكلة الإسكانية في الدائرة الأولى من المحافظة الجنوبية، وذلك عبر تلبية الطلبات الإسكانية القديمة لأهالي الدائرة تحت اعتبارات المصلحة العامة، وذلك مواكبة متطلبات النمو الإسكاني وضرورة تخصيص وحدات إسكانية لأهالي الدائرة الأولى، وثالثا ارتفاع تكلفة الإيجار مقابل تدني الدخل الشهري للأسر يزيد عن من العباء المعيشية عليها. سعادة النائب أحمد العامر مقدمي المقترح، تفضل. شكرا معالي الرئيس. اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا وأخذ حيز كبير لكل النواب أثناء إعداد برامج الانتخابية قبل دخول هذا المجلس. طبعا نحن ما ننكر سعادة إنجاز سعادة الوزير باسم محمد في تحريك هذا الملف، وخصوصا هي ترجمة لرؤية جلالة الملك في الملف الإسكاني. طبعا كنا حريصين أثناء دراسة الميزانية بتوفير الميزانية اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج الإسكانية في مملكة البحرين، وحصلنا على اتفاق وتوافقنا مع الحكومة لإنشاء 25,000 وحدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذه نأمل أن يكون نصيب الدار الأولى الجنوبية نصيب مرضي ويغطي طلبات القديمة. طبعا هذا الملف كان معضلة للمجالس السابقة وشكاوي التأخير في الطلبات وصلت لنا بشكل مباشر وسمعناها وشفناها عن طريق الصحف والإذاعة والتواصل الاجتماعي. طبعا التركيز على طلبات القديمة في الدار الأولى الجنوبية التي تمثلها، ولكن الكلمة أمانة عامة لكل مناطق ودوائر البحرين. تواصلنا مع المسؤولين أمانة وكان في تعاون لحل كثير من القضايا، لكن ما زال هناك طلبات قديمة تصل إلى 20 سنة. نحن نتكلم عن عوائل تسكن بيت واحد وفي حالات عندنا غرفة تأوي عائلة، الوضع ممكن يؤدي إلى مشاكل اجتماعية أو ممكن تؤدي حتى انقسام هذه الأسرة من طلاقة وما شابه. احنا مسؤولين توصيل صوت المواطن أمام الله، ثم من أوصلنا هذا المجلس. مملكة البحرين تشهد نهضة إسكانية واضحة، جهد الوزارة واضح وخاصة في فترة سعادة الوزير باسم الحمر، لكن بعض المعايير اللي تجعلت طلبات القديمة في الدار الأولى الجنوبية تستمر وتحتاج إلى إعادة نظر. أختم معالي الرئيس بشكر اللجنة لدراسة المقترح والموافقة عليه، وموافقة المجلس الموقر هي رسالة من المجلس بشكل عام لكل الطلبات القديمة في كل الدوائر ومناطق البحرين. شكرا معالي الرئيس. شكرا. مقرر اللجنة التوصية، تفضل. توصي اللجنة وبتوافق أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل للمشكلة الإسكانية في الدائرة الأولى من المحافظة الجنوبية. الموافقون على توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة؟ أغلبية موافقة. يحال المقترح برغبة إلى الحكومة الموقرة. شكرا. مقرر اللجنة. سعادة الأمين العام مساعد، تفضل. شكرا معالي الرئيسة. ثامنا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن إنشاء عمارات سكنية في جميع محافظات المملكة مخصصة للأرامل والمطلقات، وتخصيص شقق مؤقتة للمواطنين المتضررين من الحوادث العرضية التي تصيب مساكنهم، المقدم من أصحاب السعادة النواب أحمد يوسف الدمستاني، علي محمد إسحاقي، إبراهيم خالد النفيعي، عبد الرزاق عبد الله حطاب. شكرا معالي الرئيس. شكرا. يستمر معنا مقرر اللجنة سعادة النائب عبد الرزاق حطاب، تفضل. شكرا معالي الرئيسة. أطلب تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. شكرا. تفضل مقرر اللجنة. يتضمن الاقتراح برغبة في صيغته الأصلية قيام الحكومة الموقرة بإنشاء وتخصيص عمارات سكنية في الدائرة السابعة من المحافظة الجنوبية مخصصة للأرامل والمطلقات، مع تخصيص شقق مؤقتة في تلك العمارات للمواطنين المتضررين
من الحوادث العرضية التي تصيب مساكنهم. وبناء على توافق اللجنة مع أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح برغبة، فقد تم تعديل صيغته على النحو الوارد في العنوان بحيث يشمل جميع محافظات المملكة. وبهذه المناسبة أحب أن أسجل شكري وتقديري لإخواني مقدمي المقترح على هذا الإيثار. شكرا. سعادة النائب إبراهيم النفيعي مقدمي المقترح، تفضل. معالي الرئيس، أنا أشكر التعديل على صياغة المقترح برغبة واللي شمل جميع المحافظات، وهذا المقترح ما تقدم إلا هناك حالات نرد نقول حالات إنسانية وملحة. يعني أنا جاتني في مكتبي مرة يمكن عمرها 70 سنة تقريبا، وتقول لي يا ولدي أنا كل يوم في بيت ما عندي أهل، ولا أنا من الحالات اللي ينطبق عليها يعني المشروع الإسكاني. وغيرها معالي الرئيس، في بعض يعني النساء توصل لمرحلة أنها هي عمر كبير وما تحصل يعني وحدة سكنية، وثاني شيء ما صار لها النصيب في الزواج، فهذه وين تروح لما أبوها يموت وأمها تموت؟ الأهل تعرفين معالي الرئيس، يعني الناس اليوم ما تحصل وحدات سكنية إلا بعد فترة طويلة. فهذه المطلقة والأرملة والعزباء وين تروح معالي الرئيس؟ فإحنا بعد يعني ما تقدمنا بوحدات سكنية، لأن ليش؟ نعرف أن وحدات سكنية الناس اللي يحق لهم ما يحصلون لها مدة طويلة، فتقدمنا لهم اللغل بشقة، ويكون هناك بشروط أن إذا البنت تزوجت، أن إذا البنت خيرها تنشال عنها هذه الشقة، ولكن هناك مأوى لها يحضنها. شكرا معالي الرئيس. سعادة النائب علي إسحاقي مقدمي المقترح، تفضل. شكرا معالي الرئيس. أنا أتفق 100% في ما قال أخوي حمد الكويجي، مع أنه من زمان ما اتفقنا أنا وياه، بس اليوم متفقين. الله يسلمك. أنا عندي حالات يعني نفس ما تفضلت ممثلة الحكومة، أن تحكت عن حالات كثيرة وأن الكل يشمله من هالحالات، ولكن أنا عندي حالات لليوم مو محصينهم حل. عندي حالة 3 خوات موجودين، الأب تقدم بالطلب والأب توفى، قالوا أنت الحين الأم هي باسمه، الأم توفت، والبنات الحين 3 وحدات فوق 40 سنة كل واحدة فيهم، الحين مالهم يقول لك هاي مالهم صفة. زين الطلب مالهم ما في، ما اعطيهم شقه مؤقته من متهالكه، ولا يعني البني ادم ما يسكن فيه. رحت زرت المكان انا وقاعدين نحاول ايجاد حل لهم، ما في حل. هني على الملأ يقول ممثل الحكومه ممثل الوزاره يقول لا في حل، ودرجه اولى ل5 وما ادري شنو، هاي احدى المشاكل اللي عندنا فوق ال 40 سنه خلاص. يعني شنو الحل حق هالبنات؟ احنا نتحكى يقول لا انتم مو عائله، خلاص انتم 3 خوات بس مو عائله، ما عندكم لا اب ولا 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 ام. هاي حاله من الحالات. عندي حاله بالضبط نفس الاخ حمد يقول، رجل تزوج البنت كانت صغيرة وبأمر سجلوا الشقة باسمها، الحين هو متوهق مو قادر يقدم طلب، يقول لا هاي البنية وقعت. فاحنا الحالات اللي يعني لا نسوي الحياة وردية ونقول كل الحالات مشمولة وكل الأمور طيبة، لا خلينا نقول الواقع شنو اللي قاعد نعيشه. شكرا مع الرئيس. شكرا. إذا توصية اللجنة، تفضل مقرر اللجنة. توصي اللجنة وبتوافق أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بصيغة المعدلة. الموافقون على توصية اللجنة، تفضلوا. أغلبية موافقة، إذن يحال المقترح برغبة إلى الحكومة الموقرة. شكرا مقرر اللجنة. ما صوت. سعادة الأمين العام مساعد، تفضل. شكرا معالي الرئيسة. تاسعا، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة الأرض الواقعة في الرفاع الشرقي الحجيات المرقمة 0903
5280 مجمع 939 لغرض إنشاء مشروع إسكاني عليها، المقدم من أصحاب السعادة النواب علي أحمد زايد، أحمد يوسف الأنصاري، عبد الرزاق، عبد الله حطاب، فوزية بنت عبد الله زينل، أحمد محمد العامر. شكرا معالي الرئيسة. شكرا جزيلا. يستمر معنا أيضا سعادة النائب عبد الرزاق حطاب مقرر اللجنة، تفضل. أطلب تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة، تفضل. يتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة الموقر باستملاك الأرض رقم 0903-5280 الواقع في مجمع رقم 939 في منطقة الحجيات بالرفاع الشرقي من أجل إقامة مشروع إسكاني عليها. سعادة النائب الثاني علي زايد من مقدمي المقترح، تفضل. شكرا مع الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مع الرئيس احنا تقدمنا بهذا المقترح اللي هو تخصيص قطعة الأرض الواقع في الرفاع الشرقي في الحجيات مجمع 939 لغرض إنشاء مشروع إسكاني عليها. في البداية حقيقة في مستهل كلامي معالي الرئيس، أنا أحب أول شيء أشيد بتوجيهات سمو ولي العهد اللي يعني وجه بتفعيل اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعية غرفة تجارة صناعة البحرين، وهذه حقيقة أنا أشوفها وكثير من يعني نشوفها خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح، وهي حقيقة متطلبات المرحلة الراهنة، لأن كثير من الأمور يعني قد تحل مثل هذه الأمور بجلسة تفاهمية تنسيقية تحل الأمور. ثاني شغلة معالي الرئيس، يعني أحب حقيقة أوجه الشكر كذلك لوزارة الإسكان لتفهمها وردودها الإيجابية في هذا المضمون وتعاونها الدائم مع مجلس النواب، وفي النهاية هو الهدف واحد، هدفنا خدمة الوطن وخدمة المواطنين واستقرار المواطن في أرضه وفي مكانه، وهذا حق كفلها الدستور وفق المبادئ والأسس اللي انطلق منها هذا المقترح. مقرر اللجنة، تفضل التوصية. توصي اللجنة وبتوافق أعضاء الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة الأرض الواقعة في الرفاع الشرقي في الحجيات والمرقمة ب 0903-5280 مجمع 939 لغرض إنشاء مشروع إسكاني عليها. الموافقون على توصية اللجنة، تفضل. أغلبية موافقة، يحال المقترح برغبة إلى الحكومة الموقرة. شكرا مقرر اللجنة. سعادة الأمين العام المساعد، تفضل. شكرا معالي الرئيسة. عاشرا، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع للخدمات الحكومية في جميع المحافظات، المقدم من أصحاب السعادة النواب محمد إبراهيم السيسي البعينين، سوسن محمد كمال، أحمد يوسف الدمستاني، إبراهيم خالد النفيعي، خالد صالح بوعنق. والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع للدوائر الحكومية في مدينة حمد يشمل المحافظة الشمالية، المقدم من أصحاب السعادة النواب باسم سلمان المالكي، عبد الله خليفة الذوادي، محمد خليفة أبو حمود، يوسف زين العابدين زينل. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب محمد أبو حمود مقرر اللجنة، تفضل. شكرا معالي الرئيس. أطلب تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة، تفضل. طبعا يتضمن الاقتراح برغبة الأول قيام الحكومة الموقرة بإنشاء مجمعات في جميع محافظات مملكة البحرين تحتوي على منافذ لتقديم خدمات جميع الجهات الحكومية الخدمية، فيما يتضمن الاقتراح الثاني برغبة إنشاء مجمع للدوائر الحكومية في مدينة حمد يشمل بخدماته أهالي المحافظة الشمالية. سعادة النائب محمد السيسي، تفضل. معالي الرئيس، أنا أشكر إخواني في اللجنة على دمج المقترحين وأشكرهم على تمريرهم للمقترح رغم أن الحكومة كانت ردودها سلبية. بعض الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة عندها برامج واعدة مثل برنامج سجلات، هذه برنامج واعد وبرنامج إلكتروني ممكن ردها نتقبله لأنه يستعيض عنه بالمراكز، لكن في وزارات كثيرة لا يوجد لديها في برامج إلكترونية للتواصل مع الجمهور آلية لإنهاء هذه المعاملات، لذلك من أهمية بمكان
مع الرئيس أن تكون لها فروع في المحافظات. اليوم البحرين تعاني من ازدحام الشوارع، توزيع الخدمات على أربع محافظات سوف يقلل من الازدحامات هذه. ثانيا مع الرئيس، بعض الوزارات لها فروع فعلا مثل وزارة العمل، الصحة، الداخلية، لها فروع المحافظات موجودة، لماذا لا نستغل هذه الفروع من أجل فتح مراكز خدمية فيها؟ الحكومة تعذرت في إحدى ردودها بالتكلفة المادية، ولكن في حالة استغلال الفروع الموجودة فعلا وأصلا لن تكون هناك أي تكلفة مادية. ناهيك عن معالي الرئيس أن هذه الفروع تكلف تكلفة مادية إضافية على الحكومة بسبب توزع هذه الفروع بوزارات مختلفة. وأنا أشدد وأشكر إخواني على تمرير هذا المقترح وأرجو منهم موافقة عليه وتمرير الحكومة، وشكرا مع الرئيس. مقرر اللجنة، توصية اللجنة، توصي اللجنة وبتوافق أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع للخدمات الحكومية في جميع المحافظات، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع للدوائر الحكومية في مدينة حمد يشمل المحافظة الشمالية، وذلك نظرا لوجاهة المبررات التي أبداها مقدمو الاقتراحين. شكرا. إذن الموافقون على توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراحين برغبة، تفضلوا. الأغلبية موافقة، إذن يحال المقترحين برغبة إلى الحكومة الموقرة. شكرا مقرر اللجنة. سعادة الأمين العام المساعد. بند الاستدراك، الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الربيان وخطة الوزارة بشأن تنظيم طرق صيد الربيان بأساليب عدا طريقة الكراف وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي على أن تكون أولوية الكلام لسعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري. مقدم الطلب أصحاب السعادة النواب الدكتور هشام أحمد العشيري، علي محمد إسحاقي، عمار حسين عباس، إبراهيم خالد النفيعي، ممدوح عباس الصالح، محمد عيسى العباسي، خالد صالح بوعنك، عيسى علي القاضي، السيد فلاح هاشم فلاح، عمار سامي قنبر، معصومة حسن عبد الرحيم، أحمد يوسف الأنصاري، أحمد يوسف الدمستاني، أحمد محمد العامر، عبد النبي سلمان أحمد، أحمد صباح السلوم. أدرج الطلب على جدول أعمال مكتب المجلس الثامن وقرر عرضه على جدول أعمال هذه الجلسة ليقرر دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة أو استبعاد الطلب، وذلك بعد سماع عضو مؤيد للاستبعاد وعضو معارض، وذلك بناء على نص المادة 171 من اللائحة الداخلية. شكرا معالي الرئيسة. تفضلي سعادة النائب فاطمة القطري. معالي الرئيس، كلنا على يقين بأهمية هذا الملف وما يحققه من أمن غذائي الذي أكدنا عليه في برنامج عمل الحكومة. سعادة النواب، أطلب منهم أن نعطي الملف حقه، وشريحة صيادين شريحة مهمة وعزيزة على قلوبنا جميعا، ولا نرضى لها أبدا بأي يعني خبصان في حقوقهم. فأنا أطلب رأي الأبعد، وهو تحويل الموضوع اللجنة المختصة لكي يتم التركيز وإعطائهم حقهم في النقاش مع الوزير المختص والمسؤولين في الشأن الذاته. أنا لست ضد المناقشة، بل مع ملف الصيادين وأدعمه بقوة، وأدعم الملف الذي يعزز من التأمين الغذائي ومن المؤيدين إليه، وسوف أكون من أول النواب الذين يقفون على هذا الملف لحلحلته. فالتصويت الأول والقرار عندكم، ما حد بيجبركم على الموافقة من عدم القرار لكم. المقترح الأول هو ما تقدمت فيه سعادة النائب فاطمة، تفضلوا تصويت على المقترح الأول، والقرار عندكم أنتم بالموافقة من عدم الموافقة على ذلك المقترح. أغلبية غير موافقة على المقترح. إذن نعود إلى الطلب الأول، وهو طلب المناقشة. الحين التصويت، ما في مناقشة، ما مفروض يكون في مناقشة. التصويت على طلب طرح المناقشة.
أغلبية موافقة، إذن يتم تحديد موعد للمناقشة العامة. هنا يجب أن نحدد محور واحد للمناقشة كما تفضل فيه زميلكم أحمد حمد الكوهجي، على أساس أن يكون محدد في المناقشة. فموعد المناقشة، هل توافقون على أن يكون محور واحد للمناقشة العامة؟ القرار لكم، لا تكلموني شفويا، اضغط نعم أو لا. أغلبية غير موافقة، ناخذ أسبوعين من تاريخه للمناقشة العامة. إذن أسبوعين من تاريخه على المناقشة العامة. سعادة الأمين العام المساعد، لدينا مقترحات فيما يستجد من الأعمال. شكرا معالي الرئيسة. بند ما يستجد من أعمال: أولا، اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن طلب تنازل الجهات الحكومية عن طلبات تحريك الدعاوى الجنائية ضد المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي المقدمة إلى النيابة العامة والمقدم من سعادة النائب محمد عيسى العباسي، سعادة النائب عمار قنبر، سعادة النائب كلثم عبد الكريم الحايكي، سعادة النائب عادل عبد الرحمن العسومي، سعادة النائب دكتور هشام العشيري. شكرا معالي الرئيس. شكرا. هل توافقون على إدراج المقترح برغبة بصفة الاستعجال على جدول الأعمال في بند ما يستجد من الأعمال؟ أغلبية موافقة. مقدمي المقترح سعادة النائب محمد العباسي، تفضل. أبدأ كلامي بميثاق العمل الوطني واللي صوت عليه شعب البحرين بنسبة 98.4 في رابعا حرية التعبير والنشر، حيث يقول لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي. بمقتضى هذا المبدأ فإن حرية أيضا البحث العلمي وحرية النشر مكفولة. طلعتنا يعني الصحف بخبر بأن هيئة الكهرباء والماء حررت شكاوي ضد مغردين بحرينيين بعد انتقادهم للطفرة المتزايدة في فواتير الكهرباء والماء في الصيف الماضي. وقد يكون يعني البعض طرح هذه الموضوع لأن كانت نسبة الفواتير اللي في الصيف كانت عالية جدا، فالبعض تعامل معها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. وجاءت الحكومة أيضا مشكورة بتوجيه من سمو ولي العهد للتحقيق في هذا الأمر، وإلى الآن نحن بانتظار نتائج هذا التحقيق. الغريب في الأمر أن هناك تحقيق للتأكد من صحة هذه الفواتير وهل هي دقيقة، واتخذت الحكومة إجراءات، إلا أن الهيئة اتخذت إجراء برفع دعاوي على بعض المغردين اللي انتقدوا ارتفاع الأسعار بالنسبة لفواتير الكهرباء والماء، وهذا طبعا ما يخالف ميثاق العمل الوطني وغيره، وأيضا يقلل من ثقة المستهلك بهذه الهيئة. يعني أنا اليوم أي هيئة تقوم بإجراء وانتقدها بترفع عليه دعوة، ما في ثقة بيني وبينها، يعني حتى ما يبون ينتقدون على أخطاء ينظر البعض أن فيها خلل أو غيره. فتعزيز أيضا الممارسة الديمقراطية في البحرين واللي أرساها جلالة الملك الله يحفظه أمر مهم جدا. لما المواطن أو المغرد يعبر عن رأيه بانتقاد لهذه الجهة، وإن كان في بعض الأحيان انتقاد جارح، أنت اليوم في مسؤولية أو في منصب عام، إذا ما كنت تستطيع تحمل هذا المنصب العام بانتقاد الناس لك تركه. إذن القرار لكم بالموافقة على هذا المقترح بصفة الاستعجال وإحالته إلى الحكومة الموقرة من عدمه. تصويت عندكم. أغلبية موافقة. إذن يحال المقترح برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة الموقرة. سعادة الأمين العام المساعد، تفضل. شكرا معالي الرئيسة. ثانيا، طلب إصدار بيان شكر وتقدير للديوان الملكي ولإدارة الشؤون القانونية بالديوان على إصدار كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال 20 عاما، والمقدم من قبل مجموعة من أصحاب السعادة النواب. شكرا معالي الرئيسة. شكرا جزيلا. إذن هل يوافق مجلسكم على إدراج البيان المقترح من قبل عدد ما شاء الله كبير من سادة النواب على جدول الأعمال في بند ما يستجد من الأعمال؟ أغلبية موافقة. وهل توافقون على أن نترك إصدار البيان لهيئة المكتب؟ تفضل صوت على ذلك إذا أنت موافق.
أغلبية موافقة، إذن بذلك ترفع الجلسة. لكم كل الشكر والتقدير.